أهلا كرام، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج جوامع الموسم. وكان يعني دفين في هذه المقبرة شخص يدعى الشيخ علاء الدين ابن سراج الدين ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني. يعني تعد من أجمل ما يعني تفخر به مدينة الموسم من هنا، تحفة معمارية، لذلك يبلغ أعتقد طولها القاعدة 4 أمتار والارتفاع 10 أمتار، يعني الارتفاع الكلي تقريبا 14 متر. الذي أسس سنة 16 هجرية، والذي أسسه الفاتح المعروف عتبة بن فرقد السلمي سنة 16 هجرية مثل ما تفضلت.